من معبر باب الهواء الآن تم وصول الكونتينر المحمل بخمسين طن من الأرز المرسل من أمريكا إلى سوريا ليتم توزيعه على أهلنا في مخيمات الشمال السوري. بدأنا الآن بتجهيز وتحصيص 50 طن من الأرز ليتم توزيعهم على أهلنا في مخيمات الشمال السوري. شكراً لك اللي ساهم بإيصال هذا الأرز ليكون غذاء آمن إن شاء الله لأهلنا بالمخيمات. شكراً لكم. كيفكم يا خالتي؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير؟ هذول الرزات من منظمة رحمة حول العالم. إجوا بوقتهم. عشان تعملونها هيك؟ بدنا نعمل محشي، عم نستنى الرز. ما شاء الله. يعني إجوا بوقتهم. خلص المحشي اليوم راح يكون إن شاء الله للمخيم. بخير يا رب. يا رب وإياكم.